بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدتي الفاضلة رئيسة الدائرة، سيدي الفاضل مدير شؤون الدنيا والأوقاف، السادة الحضور، أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القلب يسبق البدن أندى يزورول التبع فضار، أندى يزورول الضعيف وضار. يشهد الله أن قلوبنا سبقت أبداننا لحضور هذا اللقاء احتفاء بهذه البراعم التي ترون، سعادة غامرة تملأ حنايا الفؤاد لنشهد هذا اللقاء الذي يحمل العديد من الدلالات. الأولى هذا الوفاء للوحي الطاهر، القرآن الكريم منهاج حياة، اللي يقراه واللي يتعلم واللي يحفظ هذه ترجمة عملية لهذه القيمة العزيزة الوفاء. كي نقول الوفاء، هذا البلاد نتاعنا بلاد ترتل القرآن عبر التاريخ، حتى في وقت الاستدمار الفرنسي هذه الجبال الشامخات والزوايا العامرات والقلوب التي يملأها الوحي الطاهر كانت وفية حافظة لكتاب الله العزيز. إذن هذا دليل قطعي لا يقبل إثبات العكس، باللي كاين وفاء. والجميل أن هذا الوفاء مترجم من الصغار، من الصغيرات، هذا الذي يعطينا القوة والأمل الذي يدفع إلى العمل. دلالة ثانية، القرآن الكريم منهاج حياة. ربي قال في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حنا كي نشوف أولادنا بهذا الشكل نقول بسم الله ما شاء الله عليهم. علاه؟ لأن القرآن ما نقدروش نذكروا مقاصده ومنافعه التي لا نحصيها عددا، لا نحصيها. حتى القراية نتاعكم في جميع التخصصات القرآن عامل كبير يشجعكم في الإبداع. في التخصص اللي يقرأ الفلك إن شاء الله سينجح ويبدع في علم الفلك، واللي يقرأ في علم الجيولوجيا أو علم الطب أو البيولوجيا أو الجغرافيا أو اللغات، يعني القرآن عامل أساس في تحقيق الشأو العالي السامق في التحصيل العلمي. وهذه الرسالة لها العديد من الحجج الدامغة الثابتة اللي تخليكم عندكم أساس متين، تنطلق انطلاق قوي جداً وتنجحوا إن شاء الله في جميع التخصصات. دلالة أخرى مهمة، أن القرآن هو الذي يضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة وفي جميع مراحل العمر. الدنيا وعرة، الدنيا وعرة بزاف، عامرة بالمفاجآت بالفتن
بالأزمات، ولكن اللي عنده القرآن ما يخافش، ما يخافش. والقرآن معاكم. علماء الحديث حينما تحدثوا عن ضابط الضبط قالوا أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وفضلوا ضبط الصدر على ضبط الكتاب. يعني يا سعدكم القرآن راه معاكم، لمهمة جدا، لأن هذه الحياة كما قلت تحتاج إلى تأمينات. القرآن راه معاكم وما تخافوش بإذن الله تعالى، تعطيونا الأمل بلي لاباس إن شاء الله تعالى، الدنيا بخير والجزائر بخير والأمة بخير. والله وانا نسمع القرآن كتبت قصيدة شعرية، لست شاعرا. النهار اللي كان عندي 19 سنة في عمري، بين 19 و20 كاين نقاش تعرف بيناتنا مع الزملاء وكذا، القرآن كذا الوشي صلاحه كتعرفوا الحكاية نتاع زمان. بعد واحد الليلة من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الرابعة كتبت قصيدة طويلة، طبعا ما نقدرش نقراها كامل، ولكن ذكرت بعض الأبيات أقرأها على مسامعكم، تترجم بعض المعاني تحت عنوان قرآننا. قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤده وإن شرب من غيره وديانا، إليه ندعو ولا بقاء لغيره وإن رمينا ظلما وعدوانا. كان واحد الأمور سخونة داخل ما نقولهاش، إلى أن أقول يا الله نحبس هنا خير، خاطر ستسمعون كلام شوية الشباب، خليه نبقى وبركت هذه الرزانة هذه. فقط من الرسائل الواردة في هذه الأبيات الصغيرة من شاب صغير 19-20 سنة، أن القرآن منهاج حياة يضبط حركة الإنسان في المجال الأسري، مجال الأسرة، في مجال المجتمع، تماسك الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي، في المجال الاقتصادي. ربي في القرآن في سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم، وين جاية هذه الآية؟ يلا نديروا امتحان على الامتحان، منا ولا منا؟ سورة رقم الآية 275، هذه تضبط ولا ما تضبطش؟ تكلم عن الربا والاقتصاد وكذا. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وين جاية؟ هي أطول آية في ما شاء الله. إذن هذه الرسائل باش نبين من خلال قراءتي لوحي الله الطاهر باللي القرآن منهاج حياة. يا سعدكم راكم تبعتوا الطريق نتاع النجاح والفوز. آخر رسالة، هذا اللقاء دلالة على علو الهمة. على بالكم علو الهمة هو الصح. سمحوا لي، كاين الشباب الآن، شباب ضاعت فرصة شبابهم. أتدرون لما؟ لم يحسنوا استثمار أحسن وأجمل مرحلة في العمر، هي هذه المرحلة تاعكم انتما يا سعدكم عرفتوا لها. على الإنسان كي تفوتوا هذه المرحلة يدخل في أمور أخرى وفي مشاكل أخرى، ضيع العديد من الفرص. أنتم عندكم همة عالية، ودائما أصحاب الهمم العالية هم الذين ينالون القمم. والشاعر يقول:
كذا المعالي إذا لم تدركها فاعبر إليها على جسر من التعالي. ويقول المتنبي المعروف صاحب الطموح: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. شكراً.